الا عرفتي راسك مع ان بيرفير نارسيسيك، اول حاجه دير هي غادي تعلق، غادي تهرب، وما عمرك تعاود تشوف من موراك، لان هذه هي الغلطه اللي تيبقى ملي الناس كيعرف راسو مع ان بيرفير نارسيسيك، تيبقى يمشي ويش سبعه النوبات. خصك دو ايسيي سيت فوا بوغ اريتي اون غولاسيون افيك ان بيرفير نارسيسيك، سبعه ديال المرات. علاش الناس كيبقاو يعاودوا يرجعوا؟ نشوفوا هادشي ان شاء الله اليوم في الحلقه ديال اليوم ديال بسيكولوجي بالدارجه لو بيرفير نارسيسيك. خليكم معنا، تنسمعوا بزاف الناس كيهضروا على هاد لو بيرفير نارسيسيك في هاد الاونه الاخيره، وحقيقه يعني الاغلبيه كيخلطوه مع مسائل وحده اخرى بحال لي غولاسيون توكسيك، غنهضر عليهم في ان اوتر ايبيزود. دونك اليوم غنبغي نعرفوا مزيان على شنو هاد لو بيرفير نارسيسيك، شنو هاد التعريف ديال هاد الانسان، شنو المعنى ديال بيرفير نارسيسيك. ولا دخلتي في داك الورطه، في داك الفخ ديال انك اون غولاسيون، في علاقه مع واحد الانسان بيرفير نارسيسيك، شنو تقدر دير باش انك تخرج بطريقه زوينه، باش انك ما تبقاش من بعد بهاد الضرر، ما تبقاش مخربق في دماغك، لان غالبيه الاحيان كيتضروا، كيوقع لهم الضرر النفسي من بعد ما كيدخلوا في اون غولاسيون مع بيرفير نارسيسيك. دونك لا ديفينيسيون، لو بيرفير نارسيسيك واحد الانسان اللي غادي نقولوا عنده واحد ضعف الثقه في النفس اللي عميق جدا. هاد ضعف الثقه في النفس تيقولوا انت واحد الانسان اللي ما كتسواش، واللي ما كاين حتى شي واحد غادي يحبك، وحتى شي واحد ما يرضى انه يعيش معك، لانك ما كتعرف دير حتى شي حاجه. بهذا المعنى ضعف الثقه في النفس رهيب كبير بزاف. ولكن ملي كيبان لك داك الانسان كيبان لك تايق في راسو، لو كونترير، كيبان لك تايق في راسو، كيهضر مزيان وكيعرف يهضر مع الناس، يقدر يهضر فواحد دابا في مجموعه ديال 10 الناس. اغلبيه الناس تيقدروش يهضروا بطريقه بحال هكا ناشطين وحدا 10 ديال الناس ما كيعرفوهمش. ولكن هاد لو بيرفير نارسيسيك اللي عنده هاد ضعف الثقه في النفس الكبيره تيكون بوبليكمون عنده باين بحال عنده الثقه في النفس، ولكن الحقيقه راه ما عندوش ثقه في النفس، بالعكس او فون دو لوي عنده واحد لي كومبلكس دانفيريوريتي اللي رهيبين. ملي تيعرفهم الواحد تيتصدم، شي واحد اللي ما عندوش تيبدا يقول مع راسو واو سي اكسترا اوردينير، شحال هادشي في شكل غريب، هاد لي كومبلكس هادو شحال قباح شحال صعب. دونك هاد لو مونك دو كونفيونس ان سوا اللي عند هاد لو بيرفير نارسيسيك كيبدا كيدفعو انه يدير شي مسائل اللي قبيحه. بحالاش هو اون غولاسيون مع واحد الشخص ولا مع واحد السيده، سا ديبون على حساب واش بيرفير نارسيسيك واش راجل ولا امراه، لان يعني تقدر تكون حتى امراه، شنو بدا يكون غير راجل، وهاد السيد ولا السيده اللي هو معاها ولا اللي هي معاه في لا غولاسيون كيبدا كيقبح فيها، كيبدا كيقبح فيها، انت هنا ما تسواش، انت هنا ما تفعلش، مكلخه مع اي. غالبيه الاحيان كتجي بروغريسيفمون، ان حتى شي واحد في الانسان، حتى شي انسان في العالم ما غادي يرضى انه يدخل اون غولاسيون مع شي واحد اللي كيسبو. الا عاد تلاقيتي هاد السيد وبدا كيسبك، شنو عندي ما ندير انا بهاد السيد؟ كيتو خلي دارو انا باش نبقى نهضر معاه. ولكن ملي كتبقى داك الشيء غادي بروغريسيفمون، النهار الاول غير غادي يغوت عليك، النهار الثاني يقول لك وانت هنا ما تتفهمش، النهار الثالث يقول لك ايوا كون كملتي قرايتك كون راك بعدا درتي شي حاجه، النهار الرابع يقول لك وانت هنا حتى الطياب ما تعرفش الطيب، النهار الخامس ما عرفت شنو، حتى نوصلوا كاع للضرب، لان لو بيرفير نارسيسيك ما كاينش اللي كيوقفوا. الا بقينا غاديين في لا نيجاتيفيتي غادي يبقى غادي حتى هو ما يوقفش راسو بيديه. هادو هما نوع الناس اللي ما يصلحش الواحد يتزوج بهم، ما يصلحش الواحد يمشي معاهم في علاقه سليمه. علاش؟ لان غيتكرفس عليك، بهذا المعنى غيتكرفس عليك، حيت نورمالمون في الزواج ولا كتكون داك بحال غنقولوا الطاعه بين الراجل ومراته، كيكون بحال واحد الانسجام، والمراه تتسمع لراجلها، وعاوتاني الراجل راه خدام النهار كامل، هو خدام باش انه ملي كيدخل الدار يفي دي ساكريفيس، المراه تدير دي ساكريفيس والراجل كيدير دي ساكريفيس. ولكن مع لو بيرفير نارسيسيك شحال ما درتي دي ساكريفيس شحال ما تجيبها في طلوعك، هنا تيوقعوا دي بليستور. دونك سي با بيان، ما مزيانش الواحد يعيش مع بيرفير نارسيسيك، لانك تو فايتخ بليسي، ومن بعد تكون مع انسان عادي طبيعي وتلقى راسك مخلوعه ولا مخلوع غير مع راسك غير بوحدك، ما كاين والو، انت مخلوع، عندك يخوني، عندك يبدا يغوت عليه حتى هو، هو لا راه انسان عادي. دونك يلفو ايفيتي دو رونتخي في هاد لي غولاسيون، ولا الا دخلتيهم خرج بالزربه، لان لي بليسيور ديالهم تيكونوا قباح، تيكونوا قباح لدرجه انه يقدر انسان يرجع هو بحد ذاته بيرفير نارسيسيك. الا عشتي مع ان بيرفير نارسيسيك ويطاب فريمون بليسي، غالبيه الاحيان تترجع انت براسك بيرفير نارسيسيك. دونك هنايا ديما تنقول الناس حدا براسكم، خصكم تخدموا على راسكم من بعد هاد لا غولاسيون مزيان، خصكم تنقيو راسكم، ما تبقاوش غاديين بداك المشاعر مخربقين وبداك التعصيبه والكراهيه والحقد، وتمشيو تدخلوا لان غولاسيون غادي ديروا فضيحه. داكور، انا نهضروا دابا اون ديتاي، دابا واحد شويه غنهضروا اون ديتاي على كيس كيل فو فيغ، شنو خص يدير الواحد باش انه ما يبقاش مخربق من بعد هاد لا غولاسيون. ولكن
مازال باغي نشرح لكم شي شويه اكثر على لو بيرفير نارسيست. اذا كما قلت لكم كيوقع داك الزبان وداك النقير علاش؟ باش بحال كيبغي يدخلك داك لو بيرفير نارسيستيك انك واحد الانسان فاشل. يمكن فيك شي حوايج زوينين ولكن انت واحد الانسان غريب وفاشل وما كاينش واحد اللي يقبل عليك من غير ان. وملي كتدخل لك في دماغك هذه الفكره هذه كيبدا كيسيطر عليك. سورتو ان لو بيرفير نارسيستيك العلاقه معاه مي كتكون زوينه بزاف، لان عارف لو بيرفير نارسيستيك عارف باللي حتى شي واحد ما غيقبل له على داك التخربيق، دونك تيبدا يدير دي كادو، كيبدا يهضر بواحد الهضره زوينه بزاف، يبقى يكجم لا سيدكسيون كتكون مجهده. وشنو تيوقع؟ الواحد كيتعلق لان كاين داكشي زوين وداكشي قبيح. ملي كيوقع داك التبازات وداكشي كيبقى الواحد يقول مع راسو علاش كيوقعوا هاد التبازات، وا داك العلاقه شحال زوينه اوني بارفي، ولكن واقع لنا هاد لي بروبليم. ومن بعد كيفهم بلي المشكل ماشي في الناس الاخرين، المشكل في داك الانسان. داك الدبازات تيخصهم يوقعوا، لان داك الانسان ما كيعرفش يعيش بلا دبازات، تيخصو يدير داك المسألة. علاش؟ ضعف الثقه في النفس، سي كلكو شوز دو بروفون. تيقدر هذا المشكل انه يتعالج، ولكن في غالبيه الاحيان ما كيتعالجش بالزربه. دونك الا كنتي مع واحد الاخ شخص بحال هذا وفريمون يكون فريمون بيرفير نارسيستيك، ماشي غير اولتيها من الكلام ديالي، يكون فريمون ان فري بيرفير نارسيستيك، عارف بلي ما غيتبدلش. انا كيجيني صعيب بعدا سورتو على المراه انها تعيش مع ان بيرفير نارسيستيك، امبوسيبل، لان غيعذبها واحد العذاب الاليم وغتعيش دي بليسور لي كبار، ومن بعد داك لا غولاسيون غادي تبقى بليسي، هاد بليسور خايبين. باغ كونطخ راجل مع مراه بيرفير نارسيستيك هي صعيبه بزاف، ولكن الا كانوا عنده واحد المسائل في الشخصيه ديالو يقدر يعيش معاها، ولكن سا دوموند بوكو ديفور، قاصحه بزاف. دونك انا صراحه جو كونساي بيرسون دو لو فير، الا عرفتي من راسك مع واحد بيرفير نارسيستيك الله يعاونها ويعاونكم سالينا، خاصك تهرب. الوغ تجي تقول لي وانا كنحاول نهرب وكدوز جوج سيمانات كنعاودو نرجعو اون كوبل، كيعاود يجيب لي لي كادو داكشي كنلقى راسي ضغط ورجعت اون كوبل. هادشي اللي تيوقع عيط لو بيرفير نارسيستيك واحد العلاقه بحال سي بلوز اديكتيف كو لا دروغ، سي بلوز اديكتيف كو لا كوكايين. مي كيجيو عندي شي ناس عندهم هاد المشكل تنقول لهم شوف بارفو تنخدم مع الناس عندهم الكوكايين سي تري ديفيسيل ياك، تيقولوا لي تنقول لهم البروبليم ديالك راه الي بوكو بلو ديفيسيل، باش تعرف لو دوغري ديال لا ديفيكولتي اللي انت فيه. داكور، ملي تعرف انك عندك مشكل صعيب دابا il faut faire autant d'efforts، il faut faire beaucoup d'efforts، كدير مجهود كبير باش انك تخرج منه، ديال انك عايش مع بيرفير نارسيستيك، لان الاكثريه ما تيخرجوش من هذه المساله وكيتزوجوا وكيديروا لنا سكون ابيل اون فامي توكسيك، صوبوا لنا المشاكل، ومن هذه لي فامي توكسيك كيخرجوا الامراض النفسيه الكبار بحال ديال لا سكيزوفريني لا بيبولاريتي. الاكثريه ديالهم جايين دي فامي توكسيك، الراجل والمراه ديما تيدابزوا تيخلقوا ان كونفلي. الراجل عقليته الي مودرن، المراه سميتهم دينه، ولا العكس المراه الي مودرن كتخرج مع صحاباتها وتتمشي للعيد ميلاد ولا ما عرفت فين تتمشي، وراجل او كونترير تي راجل مدين. انا ما تنقولش هذه احسن من الاخرى، ولكن انا عندي مهم هو الراجل والمراه يكونوا مفاهمين، فهمتي؟ لو بيرفير نارسيستيك الطبيعه ديالو انه ما مفاهمش، هو انه تيقول لا اي حاجه غادي يعيب عليك، لان خصو يشدك داك لا مانيبيولاسيون. علاش؟ لان على لو كونترول، تيخصو يحس براسو اي تو كونترول، لان ما تايقش في راسو، فهمتوني؟ اي بور سورتير دو سي ديتا، باش تخرج من هذا المشكل شنو خصك دير؟ خصك تدور راسك بالناس اللي كتحب، خصك تدور راسك بناس قويين اللي غادي يقدروا يقولوا لك لا حبس شنو تدير؟ راك غير كتخربق، انا ما كنعرفكش بحال هكا، ما كنعرفكش تتخلي بنادم يسبك، ما كنعرفكش حزين حيت واحد الانسان ما داهاش فيك، ما كنعرفكش مخربق بحال هكا، شنو واقع لك؟ بوركوا تو فيس؟ علاش غادي بحال هكا؟ مي سي انكرويابل، نو تو دو اريتي، خصك تحبس، ما يمكنش هادشي يبقى خدام. هاد النوع ديال الناس هما اللي كيفيقوك من القلبه، لان الكوكايين ملي غادي تقطعها راك غادي تقطع 3 ايام، واحد النهار تكره غادي تمشي تشوفها غادي تبدا تاخذ الكوكايين عاوتاني. ايوا سي لا ميم شوز. بالحق كاين بزاف ديال الناس اللي يوقفوا الكوكايين، عدد هائل ديال الناس، نقول لك كاع الاغلبيه ديال الناس اللي خدام شي نهار كوكايين الاغلبيه ديالهم وقفوه، هذه هي الحقيقه. ولكن ملي كتدخل في داك لاديكسيون وكتبقى داخل في قلبنا راه كيبدا يصعب عليك، راك خصك تعرف بلي راك في واحد المازق باش تاخذ اون ديسيزيون واحد القرار بطريقه قويه. ما بقاش الضحك، ما بقيناش كنتفلاو، اي سي سا افيك لو بيرفير نارسيستيك، لان من بعد يبقى يصيفط لك دي ميساج اون فا فولوار تو بروفوكي، يبدا يبغي يبين لك بلي انت ولا انت اللي غلطه، لان اون فوا ما غتبقاش معلق
بحال واحد الحوته معلقه بالصناره، اون فوا ما غاديش تبقى معلق بداك لو بياجي لو بيغفير نارسيسيك، يخرج على عقله، لان صافي ضاع منه شي حاجه اللي كان كيعتبرها ديالو، ماشي بالحب لا، كوم ان اوبجي، بحال عندك واحد الايفون، عندك ايفون 11 هو عاد خرج وفرحان به، ويجي شي واحد ياخذه لك غادي تجهل على عقلك. دابا دري صغير كياكل غير ماكدونالد، وسير خذ له ماكدونالد وشوف شنو غادي يدير لك، وبحال بحال ما عرفتش شنو درتي. سي لا ميم شوز بوغ ان بيرفير نارسيسيك اللي غادي تجي تسلب منه واحد الحاجه اللي هو ديالو. ما عندكش الحق انك تكون انسان، لا انت ديالي، تو ان اوبجي كي ما بارتيان. هذا هو لو بيرفير نارسيسيك. نتمنى انكم، انا بالنسبه لي ملي واحد يبدا يتعالج واخا تكون عشتي مع ان بيرفير نارسيسيك، ما تبقاش كتلومه وكتكرهه وكتحقد عليه، لانك ما غتعالجش الا بقيتي بحال هكا، الا بقيتي عامر بالكراهيه. او كونترير تيخصك تكالما، واخا سي ان بيرفير نارسيسيك، وهذا راه سي ان هومان مسكين مجروح، العائله ديالو تكرفصات عليه ملي كان صغير، او المجتمع حقر عليه شي حقره خايبه، او وقع له شي تروماتيزم، ولا الله يستر اغتصاب، ولا ما عرفت شنو. علاش حنا نبقاو تنكرهو في السيد؟ واخا حقر عليك سنتينا، ولا تعامل معك تعامل خايب بزاف، ولكن نيشتي الا بغيتي انك ترتاح خصك توقف الكراهيه. تفكر مسائل مزيانه اللي دارها معك، تفكر داكشي اللي زوين اللي دارو، راه عاونك في شي مسائل هي اللي تفكرها، وقول داكشي الاخر الله يهدي السيد، الله يهدي ما خلق، اللهم اغفر لنا وله، والله يعاوننا ويعاونو، وما نبغي له غير الخير، الله يربي يهديه شي نهار، وتوقع في دماغك قول دابا واحد النهار يتقاد، ما يبقاش بحال هكا، ما تحقدش عليه الا شي نهار تقاد، لان علاش بغيتي ترجع سنتينا بحالو، باغي تحكم في ان اوبجي، سي ان هومان، ما مكتبلكمش هاد الساعه. الله يعاوننا ويعاونو، ارتاح، خلي داك لي طونسيون يخرجو، صافي سالات القصة، سالات القصة مع هاد لو بيغفير نارسيسيك، سالات هاد القصة ديال لامور مخربق. خليونا نعيشو لامور مزيان هكذا، من بعد في لافغي غولاسيون ديالكم اللي غادي تزوجو وتولدو الوليدات، متبقاوش جالسين تتخربقو راسكم بشي حاجة اللي ما عندها حتى شي معنى. لامور واحد المسألة اللي زوينة، اي ما خصهاش تقاس، ما خصهاش تقاس، لي بليسيور ما خصهمش يبقاو، خصنا اون دو ايفيتي لي بليسيور. اولا غادي تكونوا جالسين مجوجين وانتو ولا واحد فيكم الى بليسي يبقى يعد بالاخر سون اوكين ريزون. بون، نتمنى انها تكون عجبتكم لا فيديو، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله بالطمأنينة والسلام هذا الفيديو، ونتمنى انني نكون وصلت لكم واحد لو ميساج زوين، وهذا ما كان. تبارك الله عليكم، الى اللقاء.